بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ولكن ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ القرآن فيه 6236 آية حسب المصحف الإمام. ما هي أعظم آية؟ إنها آية الكرسي، كما أكد حبيبنا عليه الصلاة والسلام. هذه الآية لابد لكل من أحب الله وأحب الإسلام أن يحفظها. يعني النبي يقول لنا هذه أعظم آية في القرآن، ألا نحفظها ونتدبرها؟ ربما الكثير منا قرأها والكثير يحفظها، ولكن القليل من يتذوق حلاوة ولذة تدبر هذه الآية العظيمة وأن يعيش مع أسرارها. فالحقيقة أيها الأحبة، هذه الآية هي آية الحفظ من الشيطان، والحفظ من شر الحوادث، والحفظ من المرض، والحفظ من أي شر تخشى أن يصيبك. هذه الآية إذا قرأتها ستكون حماية وحرزا لك من كل شر، ولكن بشرط أن يعني تفهم وتقتنع بما جاء فيها، لأن كثير منا يقرأ القرآن ولكن لا يقتنع. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى لك في آيات كثيرة، يعني إحدى الآيات يقول: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنت تستمع لهذه الآية وربما تحفظها، ولكن عندما تذهب وتلجأ لغير الله وتأكل الحرام لأنك تخشى الفقر، فأنت تكذب آيات الله، لم تقتنع بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا اقتنعت لابد أن تصبر حتى يرزقك الله، ويكون لك يكون عندك يعني يقين أن هذا الإله العظيم بالفعل هو الرزاق. هناك حقيقة في هذا الكون أيها الأحبة، وهي أن لهذا الكون إله واحد، حي لا يموت، قيوم، يقوم على هذا الكون، يحكم هذا الكون، يمسك بهذا الكون، لأنه سينهار إذا لم يحفظه أو لم يحفظه هذا الخالق العظيم. طبعا أهم حقيقة أيها الأحبة هي وحدانية الله عز وجل. لذلك بدأت هذه الآية العظيمة بهذه الحقيقة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما دمت أعلم أن هناك إلها قيوم يقوم على الكون، يتحكم ويسيطر على هذا الكون، كيف تخشى من مخلوق لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن يضر نفسه أو غيره؟ فكيف تخشى هذا المخلوق وتترك الحي القيوم؟ هذا الحي القيوم سبحانه وتعالى لو أهمل هذا الكون لحظة، جزء من ثانية، لانهار كل شيء، ولكنه بقدرته يحفظه، فهو حي قيوم سبحانه وتعالى. من هنا لابد أن ننزه هذا الحي القيوم عز وجل عن الغفلة أو النوم، فنقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو عز وجل لا تأخذه أقل الغفلة، وهي السنة. سنة يعني ومضة بسيطة هكذا، لا تأخذه عز وجل، ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم والغفلة والسنة من صفات المخلوقات الضعيفة، ولكن الله هو الذي خلق النوم وخلق المخلوقات فلا ينام عز وجل. عند هذا ندرك أن كل هذا الكون الذي له إله هو ملك لله. نقول: له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما تتخيله في هذا الكون هو ملك لله عز وجل. كيف لا يكون ملكا له وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ الحقيقة أيها الأحبة، يجب أن ندرك
أن الذي يضر هو الله والذي ينفع هو الله، وليس هناك أي إنسان يستطيع أن يضرك أو ينفعك حتى يوم القيامة إلا بإذن الله. لذلك لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمخلوق أن ينفع مخلوقا إلا بإذنه، كذلك لا يمكن لأحد أن يضرك إلا إذا أراد الله ذلك. هذه قناعة يجب أن تكون في داخلك. من هنا نقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يستطيع أن يشفع خارج إرادة الله؟ لا أحد طبعا. العلم كله بيد الله، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم كل ما تفكر به وتخطط له، وما تحاول أن تمكر به في الآخرين أو بالآخرين، كل الأفكار التي تحاول أن تؤذي فلان أو تأكل مال فلان يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم الأشياء التي تراها أمامك بين أيديك وحتى من خلفك، أشياء لا تعلمها يعلمها الله، ويعلم ما أمامك كمستقبل وما خلفك كماضي، يعلم كل شيء. طبعا هذا العلم أيها الأحبة لا يستطيع، يعني لا يستطيع أحد أن يعلم شيئا إلا بإرادة الله. يعني الله عندما سمح للبشر أن يتطوروا ويخترعوا الطائرات اخترعوها، سمح لهم أن يخترعوا الكمبيوتر اخترعوا الكمبيوتر، لم يسمح لهم أن يعرفوا حتى الآن أسرار الروح، لا لم يعرفوا شيئا، وهم لم يؤتوا من العلم إلا القليل. لذلك هنا نقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني لا تستطيع أن تأخذ معلومة واحدة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يجمع عنك معلومة أو يعلم عنك أو عن غيرك معلومة إلا بإذن الله. فكل شيء مسجل، كله مكتوب عند الله عز وجل، كل في كتاب مبين. لا تظن أنك ستحصل على أي علم إلا بإذنه عز وجل. أيها الأحبة، هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه لا يساوي شيئا أمام كرسي الرحمن عز وجل. الكرسي هنا ليس كما نتخيله شكل وأرجل وكذا، لا لا لا، لا تستطيع أن تتخيل هذه الأمور، لأن خيالنا لا يستطيع أن يتخيل حجم الكون، فكيف يتخيل عرش الرحمن أو كرسيه سبحانه وتعالى؟ لذلك كل هذا الكون 13.7 مليار سنة ضوئية، نصف قطر الكون، وهي مسافة هائلة جدا لا يتصورها عقل، كل هذه المسافات لا تساوي ذرة أمام كرسي الرحمن. لذلك قال تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض طبعا، وغير الأرض والكواكب، كلها لا تساوي إلا مثل حلقة مرمية في صحراء شاسعة بالنسبة لكرسي الرحمن عز وجل. الحقيقة أيها الأحبة، دعونا نفرض أن أحد القوانين الكونية التي بسببها يستمر هذا الكون وتستمر الحياة، مثل قانون الجاذبية، لو أنه اختل أو تعطل لثانية واحدة، ما هي النتيجة؟ انهيار كامل للكون وانتهاء الحياة على ظهر هذه الأرض. من الذي يحفظ هذا الكون؟ من الذي يحفظ هذه القوانين؟ من يحفظ كل شيء؟ من الذي حفظ لنا الغلاف الجوي لهذه الأرض التي نتنفس منه؟ الغلاف الجوي في المريخ زال منذ ملايين السنين. تصوروا لو أن غلافنا الجوي على الأرض زال، من الذي أمسكه وحفظه وضمن استمرار هذه القوانين؟ إنه الله الذي قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يعجز عن حفظ السماوات والأرض والكون، فهو علي أعلى من كل شيء في خيالك،
عظيم أعظم من كل شيء. هذه الآية أيها الأحبة تجمع صفات الله وقدرة الله وحفظ الله للكون، وأنت جزء من هذا الكون. لذلك هذه الآية مهمة جدا لحفظك أيها الإنسان. فعندما تقرأ آية الكرسي كأنك تقول يا رب أنت لا يعجزك شيء، تحفظ السماوات والأرض، فلا يعجزك أن تحفظني وأهلي وأولادي ومالي وبيتي وديني وصحتي ورزقي وكل ومتاعي وكل شيء. لذلك أيها الأحبة هذه الآية يعني أنا أتمنى من كل أخ أن يقرأها، وبخاصة قبل النوم وبعد الاستيقاظ. قبل النوم مهم جدا، كثير من الناس يعانون من قلق ما قبل النوم، يعانون من مشاكل النوم بسبب تشتت هذا الذهن في أفكار دنيوية يسيطر عليها الشيطان فيجرفك معه. إذن أيها الأحبة احفظوا آية الكرسي، لا تنسى أن تقرأها باستمرار. عندما تخرج من بيتك اقرأ آية الكرسي، عندما تشعر بخوف من أحد اقرأ آية الكرسي، عندما تشعر أن رزقك يمكن أن يضيق أو يقل اقرأ آية الكرسي، عندما تريد أن تنام قبل النوم اقرأ هذه الآية. يعني اجعل هذه الآية تتكرر كثيرا لأنها أعظم آية في القرآن كله. دعونا نقرأ هذه الآية العظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي وقيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي حتى الغفلة البسيطة، مثل هذا الإله قادر أن يحفظني. له ما في السماوات والأرض، هذه الأرض هي ملك لله وليس لفلان أو فلان، هذا الكون ملك لله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا الإله الذي يعلم كل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مثل هذا الإله قادر على أن يحفظني، قادر على أن يمنع عني الضر لأنه يملك السماوات والأرض، قادر على أن يرزقني لأن كل الكون بيده، قادر عز وجل أن يحفظني من المكروه وأن يصرف عني شر الأذى والمرض والحوادث لأنه هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة لا تنسوا أن تحفظوا هذه الآية العظيمة وتكرروها بشكل يومي قبل النوم، بعد الاستيقاظ، قبل أكل الطعام، في أي موقف، وأنت تسير في الشارع، وأنت تخرج من بيتك، وأنت تدخل إلى بيتك، هي آية الحفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.